3 كيلو مترات. نتواصل مع المركز الأول في هذه اللحظات ومع أول الأسماء، أول المنطلقين في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. متابع الظبي لعبد الله بن سعيد المحشادي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني في هذه اللحظات أرى الانطلاقة من الشاهنية، والملكية تعود لحمد بن حسين البريدي على مقدمة الشوط. التغيرات جارية مع المركز الثاني في هذه اللحظات، السنافية لحمد بن علي المري على المركز الأول. المركز الثالث بنت الطاغي على المركز الثالث لسهيل بن حمد بن قناص العامري على المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع وشعار الغويس على المركز الرابع مع مياسة على المركز الخامس راشد بن خميس الغويس. المركز الخامس في هذه اللحظات، أتابع هذا التدخل وهذا التميز مع الظبي عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا اليوم الذي خصص للحقائق الابكار. في الفترة المسائية سوف تشاهدون بإذن الله الفترة المسائية الخاصة لفئة القعدان 16 شوطا سوف تنطلق في تمام الساعة 3:15 في هذا المساء، الساعة 3 في هذا المساء في تحديات الرموز. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق إلى شوطنا وأعود إلى هذه التحديات. وبنت الطاغي مع سهيل بن حمد بن قناص العامري على المركز الثاني في هذه اللحظات. تابع المركز الثاني وهنا السنافية على المركز الثاني، حمد بن علي المري المركز الثالث في هذه اللحظات، شعار الغويس على المركز الثالث. أتابع هذا التدخل ومياسة، ومياسة على المركز الثاني تنطلق بدورها إلى المركز الثاني مع راشد بن خميس الغويس. المركز الثالث السنافية حمد بن علي المري. المركز الرابع، أشوف أشوف يا سلام يا سلام، هنا الفائزة لنايد بن مسلم بن زفنة العامري. المركز الخامس في هذه اللحظات، راهية على المركز الخامس لسالم بن حمد بن محمد بن الأسود العامري. هذه النتيجة وضيوف الميدان على هذا التقدم وعلى هذا التواصل وعلى هذا التحدي. المركز الأول بنت الطاغي لسهيل بن حمد بن قناص العامري. المركز الثاني هنا مياسة لراشد بن خميس الغويس. المركز الثالث هنا راهية لسالم بن حمد بن الأسود العامري. المركز الرابع هناك تدخل من هذا الشعار وهذا التواصل وهذا التألق مع الفائزة نايد بن مسلم الزفنة العامري. أيضا هنا اسم جديد شواهين محمد بن عبد الله بن طالب بشريم المري. لكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى 900 متر الأخيرة وإلى الكيلو الأخير وإلى هذا التحدي وإلى هذا الانطلاق وإلى المركز الأول وإلى بنت الطاغي ومع سالم أو سهيل بن حمد بن قناص العامري. هنا في مقدمة هذا الشوط في هذا الأداء التميز وفي سن الحقائق وفي هذا اليوم المميز مع سن الصغار، ينطلق وينطلق مع بنت الطاغي وتنطلق إلى المركز الأول. المركز الثاني هناك نوب حسين بن علي بسيقان المري يأتي في هذه اللحظات إلى المركز الثاني لكي يحقق المركز الأول. لكن أعود إلى مقدمة الشوط وإلى هذا الأداء وإلى ضيوف الميدان وإلى أهالي العين وإلى بن قناص العامري على مقدمة هذا الشوط. بنت الطاغي على هذا المركز المتألق وانطلقت في هذه اللحظات لكي تهدي السلام والتحية والاحترام مع حمد أو سهيل بن حمد بن قناص العامري. في هذه اللحظات يزف له أجمل التهاني محبينه وعشاقه هذا الشعار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إلى العين، العين دار الزين مع سهيل بن حمد بن قناص العامري مع بنت الطاغي. في هذه اللحظات تقلص الفارق إلى خط النهاية لكي تهدي السلام لسهيل بن حمد بن قناص العامري، يستاهل الناموس. المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الثاني في هذه اللحظات مع الدوحلي فالح بن محمد الهاجري. المركز الثالث نواف لإيحاء حسين بن علي أبو السيقان المري. المركز الرابع هنا شواهين لمحمد بن عبد الله بن شريم المري. المركز الخامس
الماهرة لفاران بن محمد بن قريع المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدتم بنت الطاغية وهي تنتزع المركز الأول مع سهيل بن حمد بن قناص العامري، وتوقيت الزمن لحظة وصول بنت الطاغية في هذه اللحظات 4 دقائق لحظة الوصول ولحظة التوقيت الزمني 46 ثانية بدون أي جزء من الثانية. المركز الثاني كان من نصيب الدوح لفالح بن محمد الهاجري، وتوقيت الماهرة في هذه اللحظات أو الدوحة على المركز الثاني 4 دقائق 51 3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث نوب لحسين بن علي أبا السيقان المري، وتوقيتها نفس التوقيت 4 دقائق 51 3 أجزاء من الثانية.